نمت جيدا ليلة أمس. أشعر بأن بإمكاني القيام بأي شيء. سآكل شيئا حلو المذاق. هذه هي طريقتي لأبدأ نهاري. أهلاً إلى ليزي تاون، الأجمل في الكون. هنا روبي يخطط للشر وسبورتاكس يسعى للخير. ستيفاني الرقيقة، لزيجي أفضل صديقة. مع بيكسل ستينجي وتريكسي أيضاً سيمرحون معاً. حيوية ونشاط، الحياة في ليزي تاون. لن تشعر معنا بالأحباط، سنفرح في ليزي تاون. يا للهول، إنه عيد ميلاد الأنسة بزبادي ولا أعرف أي هدية أشتري لها. يا أولاد، ألم يحن وقت الاستراحة؟ يا رفاقش، آسفة عمي ميلفورد، كنا نسمع الموسيقى. هناك أمور كثيرة تشغل بالي. كهديات عيدي بسيط. أجل. إن أفسدت الأمر كما فعلت السنة الماضية لن تتحدث إليك مجددا. لا تذكريني. أنسة بزبادي، عيد ميلاد سعيدا. سهل دوار الشمس، لدي حساسية تجاه دوار الشمس. عمي، ماذا؟ نعم ستيفاني. أعطتك بسي هذا الكتاب لتجد فيه فكرة لهدية لها، لذا لنبدأ العمل. إنه كتاب كبير فعلا. هذا باهظ الثمن. قد يتحطم هذا سريعا. هذه فكرة جميلة. أنا متوتر لأخبز هذا القالب، وورطتي أكبر من التي وقعت بها سابقا. لا تقلق عمي ميلفورد، سنهتم بالأمر، صحيح يا رفاق؟ مرحبا. سنبدأ الحدث. أنا أجمع معلومات حول الطهو. ستجهز الكعكة خلال وقت قصير. انتهت المرحلة الأولى. خبزنا الكعكة. التحليل، إنها من دون زينة. لا. لا تلمسها، لا تلمسها، ابتعد، لا تلمسها، لا تلمسها. يا رفاق انظروا، أحضرت كل المكونات الشهية. بعد المراقبة الدقيقة تحتاج إلى قشدة. أجل، حتماً. أعذرني. لا تنزعها. هذا جيداً يا رفاق. لا، توقف. أرجوك. توقف عن هذا. أعطني إياه ولا تفعل هذا مجدداً. هل فهمت؟ ما هذا جميل. ما بك، أبعد يدك، أبعد يدك. ماذا تفعل؟ هذا رائع. ما الذي يجري؟ سوف أعمل بيك. هذا أعطني إياه. أنت تفضل الكعكة. انتبه يا سيدي. لا، بس أنا يهمني أنا. ماذا يحصل هنا؟ أحدهم في مشكلة. مرحبا. أراكم بالطعام، أكلوا كمية من السكر. هذا لذيذ.
واضح أنهم أكثر من السكر. حسناً. انتبه إلى رأسك. توقفوا. الطعام للأكل وليس للرمي. نحن آسفون. انظر، لقد حضرنا كعكة جميلة. إنها من أجل عيد بيسي. أوه، لن تكلمني الآنسة بزبادي بعد اليوم. واو. حاولوا مجددا، لكن من دون إحداث فوضى. سأنزع عيدان السكاكر الجميلة هذه. قد أحتاج إليها. وفر بعضا منها لوقت لاحق زيجي. حسنا. حظا سعيدا. شكرا سبورتاكس. شكرا سبورتاكس. لكن لا تستسلموا. حسنا. إلى اللقاء. السلم. فلنخبز الكعكة الآن. نعم. سأزيد هذه، منظرها جميل. تجعل الطعم أطيب، ليس لها مثيل. سأضع المكونات ودع الباقي لي. أنا حذر جدا، ألا ترى يدي؟ تحضير الحلوى سهل، وإن وجدت صعوبة استخدم كتاب الطف. لا 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 تتكاسل، لا تخطئ بالوصفة وإن عمت الفوضى. اتبع التعليمات، تطبخ أشهل الحلويات، طعمها ولا أشهى. كم أحب الحلوى. أخيرا سنعد ما نهوى. إن الطبخ كالعلوم، معدات ومكونات. كل مادة تضيفها تغير النكهات. تحضير الحلوى سهل، وإن وجدت صعوبة استخدم كتاب الطبخ. لا 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 تتكاسل، لا تخطئ بالوصفة وإلى عماد الفوضى. اتبع التعليمات، تطبخ أشهل الحلويات، طعمها ولا أشهى. كم أحب الحلوى. أخيرا سنعد ما نهوى. طعمها ولا أشهى. كم أحب الحلوى. أخيرا سنعد ما نهوى. استخدم كتاب الطب. كعكة. أشم رائحة تستحق أن أنهض من أجلها. كعكة؟ ما من كعكة هنا؟ لقد أكلتها كلها البارحة. كعكة؟ إنها كعكة جميلة جداً. ينتظر أحدهم ليأخذ منها قضمة. ربما يجب أن أخبز كعكة بشوكولاتة شهية ولزجة. لا، سأسرق كعكتهم بدلاً من ذلك، وسوف تكون الكعكة المسروقة أشهى بكثير. الكل يعلم ذلك، وأنا أيضاً كيف أتخلص من ذلك المتطفل سبورتاكس. لقد حان وقت التنكر. هذا مخيف جدا. أوه، كثيف الشعر جدا. أوه، وهذا فرح جدا. أوه، هذا خرافي جدا. لا 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 لا. زي محقق. ممتاز. سآكل الكعكة وأجد طريقة أجعل فيها الجميع يظن أن سبورتاكس فعل ذلك. ممتاز. فلنرى. انتهينا من تحضير الكعكة لعيد بيسي. نعم. ستفرح آنسة بزبادي. اتصل بها وفاجئها. أجل، وعندها ستأتي فنأكل من هذه الكعكة الجميلة. اتصل بها، اتصل بها الآن. نعم. ربما تعاني حساسية على الكعكة. لا، هذا سخيف. هيا اتصل بها. هيا هيا بنا. هيا 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 هيا.
ألو ألو، إنها ليست في المنزل. عليك أن تطلب رقمها يا عمي. أجل أجل طبعا، 5 1 6. قد فعلت. ألو ألو، أنا بيزي بادي معك. ميلفورد ميلفورد مينزويل العمدة. أجل. كنت أتساءل إن لم تكوني منشغلة وإذا أردت. قد نستطيع أن. أنا كنت أتساءل أين تودين الذهاب؟ أحب زهر دوار الشمس. يا للهول. ألو. أود أن أدعوك إلى منزلي لأضع لك ذبابة في عينك. لا ليس ذبابة، بل مفاجأة، مفاجأة جميلة. أجل، لذا تعالي إلى منزلي بأسرع وقت ممكن. حسناً أنسة بزفادي، إلى اللقاء. سوف آتي في الحال. أوه، وقت الاحتفال. إن معدتي متشنجة. هيا استرخي وابقى هادئاً. يا له من يوم جميل. إنها آتية، إنها آتية. حذروا حذروا. حسنا، إنها آتية، إنها آتية، إنها آتية. دي 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 دي. أتيت حال ما استطعت أيها الرجل الرائع. مفاجأة لك، مفاجأة لذيذة. أنا متشوقة جداً. ما من زهر دوار الشمس، إنما عيد ميلاد سعيدة. أين اختفى؟ كانت هنا. زيجي دعني أرى ما في فمك. لا أنا لم أكل أنت. أفسدت علي عيد ميلاد آخر. أنسة بالزبادي. كعكة، هناك لصوص حلوة. ولكن من أنت؟ أنا تينشلوك فولمز المحقق. من؟ الخطوة الأولى لاكتشاف سارق كعكة محترف هي إيجاد أدلة تتعلق بالكعكة. رافقوني من هنا. هيا فلنفعل هذا. هيا ألن تأتي معنا يا عمي؟ سألحق بكم. أنت يا صاحب القبعة الزرقاء، دعني أرى يديك. إنها قشدة. ماذا؟ ارفع يديك يا سارق الكعكة، أنت قيد الاعتقال رسميا. أنا لا أحب القشدة حتى. إذن ما هذا؟ طلاء أصابع؟ أعرف طعم القشدة، وهذه قشدة. لم يسبق أن رأينا سارق كعكة في ليزي تاون. لم أتأذى. حسنا. ماذا؟ عقدت الجلسة، يترأس الجلسة حضرة القاضي العمدة المحترم. حسنا. أليس صحيحاً أن أحداً لم يرك لا تسرق الكعكة؟ كيف لأحدهم ألا يراني أفعل شيئاً؟ إذن تعترف بأن أحداً لم يرك وأنت لا تفعل ما فعلت؟ ماذا؟ هذا ليس منطقياً أبداً. لا، أثبت وجهة نظري. لن يصدق العمدة هذا، صحيح؟ غطي عينك اليمنى واقرأ هذا. سبارتاكس هو مذ نون باء. لم أفهم ماذا؟ وأنا أيضاً لم أفهم ما قال، اقرأ مجدداً. سبارتاكس هو مذنب. شكراً. والمذنبون يدخلون السجن. حقاً. لا، لكن لا سجن لدينا في ليزي تاون. لا، حاول أن تجاريني أيها العبقري. ما الذي يفعله؟ ولكن من هو هذا المحقق أصلاً؟ فعلاً. نعم، انظر. Ha 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 ha!
محددة. ادخل يا صديقي. أيها المحقق، ألا يجب أن تقفل الباب؟ أها، أنتم لصوص الكعكة، جميعكم متشابهون. لقد أكل الكعكة هذا اللص. يا له من نهار، سبارتاكس في السجن، كما وخبزنا كعكتين من أجل عيد ميلاد الأنسة بزبادي. يجب أن أجلس. أتمنى أن تحب الأنسة بزبادي الكعكة. من الغريب رؤية سبارتاكس جالسا في السجن هكذا. من الغريب رؤية سبارتاكس جالسا في أي مكان. أجل، هذا غريب. ولكن لا يمكن أن تقول أنه قد حصل عدم. زيجي، أبصق تلك السكاكر من فمك. آسف، أتناول السكاكر عندما أكون متوترا. أنت تأكل السكاكر طوال الوقت. هذا صحيح، أكل السكاكر طوال الوقت. لقد وجدتها الآن. أتعلمون أن سبارتاكس يفقد كل طاقته عندما يأكل السكاكر؟ هذا صحيح، ينهار ويصبح ضعيفا. وماذا يفعل الآن؟ أنا أرى الهدف، التفاصيل، إن الهدف يمارس التمارين الآن. ذلك يعني أنه لن ينهار. أي أنه لم يأكل السكاكر. ذلك يعني ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه لم يأكل الكعكة. هذا صحيح. لكن علينا أن نكتشف من فعل. أجل، أعلم ما علينا فعله، نجري تحقيقا. أجل أجل أجل، فلنفعل. وجدت دليلا، أثر أقدام. عيدان السكاكر، إنها حتماً دليل. المزيد منها. واو، إنها كالتي وضعناها على الكعكة. قطعة من الكعكة. ما كان هذا؟ هذا عود من السكاكر، وهذا آخر. إن كنت أحلم لا توقظوني. كل عيدان السكاكر تلك والقبعة. إنه من سرق الكعكة. احذروا احذروا ماذا؟ احذروا ماذا؟ تناولت الكثير من السكر. نعم، ما أقصد، لا، المحقق هو من سرق الكعكة. كانت هذه عيدان السكاكر من الكعكة. تجديد المعلومات، سبارتاكس هو بريء. إذن يجب أن لا يكون في السجن. لا، تم تحديد الهدف. الهدف الحصول على مفتاح. أجل. ستيفاني، ضعي هذا الهوائي على سيارة ستينجي. حسنا. ماذا؟ 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 ماذا تفعلين؟ انتبه لسيارتي، لا أستطيع أن أنظر. سأحرك المقبض الآن. بيكسل، انتبه لسيارتي. حسنا. لا، أبعد من اللازم. توقف توقف. هيا إلى الخلف بسرعة بسرعة. هيا إلى الخلف. هيا. حسنا، أقرب أقرب، يمكنني أن أبلغه الآن. حسنا. على مهل على مهل. هيا. يحاول الوصول إلى المفتاح. اقترب منه. يكاد يلتقط. لا 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 لا. أجل. نعم، لنذهب. زيجي، سبارتاكس، سبارتاكس. شكرا جزيلا لك. يمكنك أن تعتمد علي دائما. أنا أعرف هذا. زيجي. نعم.
سيأكل الكعكة الثانية أيضا. حسنا، أعلم أي كعكة سنحضر له. اتبعني. حسنا، هيا. أرأيتم الأنسة بزبادي؟ سبارتاكس، فررت من السجن؟ لا، اكتشف الأولاد من سرق فعلا كعكة باسي. أجل، لقد كان المحقق. أجل. إذا حضرنا مفاجأة لباسي ولسارق الكعكة سنقبض على السارق الحقيقي. أجل. هيا بنا. هيا لنذهب. هيا بنا. سأضعها هنا. الشم رائحة كعكة. سيقع في الفخ. الخطط تنجح. خلت أنني أكلتها كلها. كعكة. كعكة أخرى. الخطة تنجح. المزيد منها. والمزيد منها أيضا. تعال إلي أيتها الحلوة. كعكة كبيرة. يبدو وكأنه روبي راتن. إنه روبي راتن. روبي راتن. أو لا، روبي أنت من سرقت الحلوى. نعم. لا، لست الفاعل. لكن القشطة تغطي لك وجهك بالكامل. أنا أرى هذا صحيح. هذا واضح. ما يجري هنا؟ لم تعد كذلك. وجهي. آنسة بزبادي، آنسة بزبادي، عودي إلى هنا. أيها العمدة. أجل، ما الأمر سبارتاكس؟ لا تنسى هذه. شكرا سبارتاكس. آنسة بزبادي. ماذا؟ علي أن أذهب. إلى اللقاء. روبي راتن. آنسة بزبادي، عيد ميلاد سعيدا. كعكة، لابد من أنك تمزح معي. أنا كنت أمزح. أنا لدي شوق. أود ذلك. أنا سعيدة. بين بان ديجي ديجي دان، كلمة غريبة أغنيها. نرقص كلنا، الحركة تفيد جسمنا. إلى أعلى ونطلع، نستدير بعدها نصفق. إلى أسفل نستدير، غايتنا أن نتسلى. ستيفاني. ها أنتم. نعم. أجل، لقد أنشأنا ناديا سريا. نعم، إنه نادي الأصدقاء إلى الأبد. أتريد الانضمام؟ طبعا. ماذا علي أن أفعل؟ كن صديقنا إلى الأبد. نعم، يمكنني فعل هذا. ولكن أين استنجي؟ إنه ليس في النادي. لا يحب المشاركة في فريق. يعتبر كل شيء له. أجل، له له له. يا رفاق، ما زال صديقنا وربما علينا أن ندعوه إلى النادي. وهل علينا ذلك؟ ماذا يحصل؟ إنه لي، إنه لي، إنه لي. أنا أنا أنا، ما الذي يجري؟ بماذا تفكر؟ ما الذي تفعله يا سنجي؟ حسناً، إن لم يريدوني في ناديهم فسأخذ هذا النادي إلى منزلي. لكننا يا سنجي غيرنا رأينا. أجل، إذا أستطيع الانضمام إليكم؟ إن أصبحت جزءاً من الفريق. أجل، فريقي أنا. سنجي، يعجبني هذا كثيراً. ماذا؟ اجتماع للبلدة. اجتماع للبلدة؟ مهزلة. ستقدم جائزة كبرى. جائزة؟ أجل، والآن هدوء، اهدأوا جميعاً. لقد تلقيت تواً رسالة من رئيس بلادنا. حسناً، أعلن اليوم
اليوم الوطني لمسابقة بناء منزل الشجرة. كل مدينة، كل بلدة، وكل قرية ستتنافس على بناء منزل الشجرة. تتعلق المسابقة بالعمل الجماعي. العمل الجماعي. على كل فريق أن يبني منزل شجرة ويلتقط صورة له ويرسلها بالبريد الإلكتروني. غدا سيقرر الحكام من هو الفريق الرابع. هذا سيحصل الفريق الرابح على على كأس البطولة. هذا حق مذهل، يجب أن أحصل عليه. أيمكن لسبورتاكس أن يكون في فريقنا؟ أجل. يحق لكل بلدة بمساعد، لذا سيساعد سبورتاكس كل الفرق. سنحظى بوقت ممتع جدا. حسنا أيها الفريق، بيكسل، زيجي، ستيفاني، هناك منزل علينا أن نبنيه. وماذا عني أنا؟ أنا أريد الفوز بالجائزة أيضا. تستطيع أن تكون جزءا من الفريق؟ لا، لدي كل الأدوات والخشب وكل شيء. حسناً، لكن تذكر العمل الجماعي. لننطلق. بسرعة، هيا، يجب أن ألحق بهم. اذهبوا اذهبوا اذهبوا. انتظروا فقط حتى أربح أنا تلك الجائزة، وسأكون أنا الأول، وسينظر الجميع إلي مباشرة. روبي روتن. بنظري أنت جميلة جدا أيتها الكأس. ميلفورد، أظن أنك ستبني لي منزل الشجرة، هل ستفعل؟ أنا؟ لكنني لا أجيد ضرب مطرقة، أعني ضرب مسمار. سوف أخذها وحسب. لا تلمس الكأس. أنا أنظر إليها فقط. هيا تحرك ميلفورد، بدأ الجميع العمل. اقطع اقطع. أنا آتٍ آنسة بزبادي. حسنا، هيا فلنبدأ الآن. ستيفاني، ستيفاني. شكرا على التوصيل سبورتاكس. سوف أجمع الخشب. حسنا. ماذا؟ استعملي المطرقة. حسنا. بانج بانج بانج. يمكنكما الاعتراف. أجل، بيكسل بيكسل بيكسل. ماذا؟ نحتاج إلى خطة. شغل حاسوبك هيا. قمت بذلك تريكسي. أنا أحتسب نقاط الضغط على البناء الخشبي ثم سأنتزعها. نحتاج إلى اطلاع. الكثير. أجل، سأحضره. واو. ماذا تنتظرين؟ آسفة. سبورتاكس، الخشب. تفضلي. شكرا سبورتاكس. أهلا بك. أنا أريدها. ستينجي، نحتاج إلى الأدوات والخشب و... ستينجي؟ هذه الأشياء تعود إلي، انتبهي جيداً، إنها لي أنا. أنت لا يمكنك استعمالها، واضح؟ ستينجي، يتعلق الأمر بالعمل الجماعي، نحن فريق، صحيح؟ أجل، نحن فريق. هيا ستينجي. فريقي أنا؟ لا، فريقنا. وماذا يفعل أفراد الفريق؟ يعطونني أغراضاً؟ بل يساعدون بعضهم بعضاً. هل فهمت؟ يحيى الفريق. أين تريدين أن تضعي هذا؟ أليس بزبادي؟ هيا، اختر شجرة وابدأ العمل ميلفورد. بالطبع. منزل شجرة أصعب مما تصورت. لا، ميلفورد، المزيد من العصير رجاء. سأتولى الأمر. تفضلي يا آنسة. شكرا. سوف أبني منزل شجرة يثير إعجاب كل من يراه من أبناء البلدة. على الرغم من أن هؤلاء الأولاد يقومون بعمل جيد. نحن نقوم بعمل رائع يا رفاق، كدنا أن ننتهي. ما الذي قلته الآن؟ إنهم يقومون بعمل مذهل. علي أن أفعل شيئا.
ماذا؟ أنت لا تحتاجها الآن، أليس كذلك؟ لم أكن خائفاً، كنت أغني فقط. أجل. بقيت 15 دقيقة. نحن نقوم بعمل مذهل، كدنا أن ننتهي. هيا ميلفورد، توقف عن الكلام وعمل. هيا يا رفاق، سنفوز، سنفوز بالجائزة. سوف أربح، سوف أربح. انتهى الوقت؟ ماذا بهذه السرعة؟ ما علينا فعله الآن هو التقاط الصور وإرسالها عبر البريد الإلكتروني لنعرف من هو الفائز. يا أولاد، يا أولاد، هيا يا أصدقاء، هيا ابتسموا جميعا. ابتسم. أنا جاهزة من أجل الصورة. ابتسامة، هذا رائع. روبي، روبي، قل ابتسم. انزعج. من معه الصورة؟ ما بك زيكي؟ ماذا يحصل؟ هل نرسلها ونكتشف إن كنا سنفوز؟ نعم، أنا سأرسلها، أنا سأرسلها، أرجوك، أنا، 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 أنا. حسناً. إنه جزء من فريقنا. أجل، أجل. إنها لي. أنا سأربح حتما في هذه المسابقة. دادا. سأضعها. أجل، 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 أجل. لقد عملت بجهد وكل الأدوات لي أنا. علي أن أفتحها. Ah.
الكأس هو لي أنا. رجاء اجتمعوا، هيا جميعا اجتمعوا. أين أنتم؟ هيا احملوا معي نتائج المباراة. والآن الفريق الفائز هو إنه أنا. هيا هيا استنجي. إنها لي أنا عرفت ذلك. لا هذا مستحيل. أنا أريد ذلك الكأس. إنها لي أنا المعذرة، أريد أن أمر. إنها لي أنا الكأس لكل الفريق. نحن كلنا شاركنا في البناء. مكتوب هنا استنجي فقط. دعني أرى تلك الرسالة. إنها جائزتي المعذرة. أيمكنني؟ نعم بالطبع. أوه استنجي، لقد أرسلت صورتك فقط. كيف يمكن أن تتخلى عنا؟ نحن فريق. نعم إنها لي أنا، وهذه لي أيضا. أرجو المعذرة استنجي، عد إلى هنا فورا. مهلا، إلى أين يذهب بالجائزة؟ لا، كل ما شاركنا في بنائه استنجي. أجل بأدواتي ومساميري وخشبي. منزل الشجرة لي أنا. ماذا عن إناء الزهر خاصة؟ أجل إناء الزهور. أي إناء زهور؟ حسنا، فقط انسى الأمر. إن أراد تلك الجائزة القديمة الغبية أكثر من أصدقائه فليحصل عليها. أجل نذهب ونلعب. هيا لنفعل ذلك. أنا لا أحتاج إليهم، أستطيع أن أستمتع بوقتي وحدي. يا رفاق. نعم. لنلعب كرة السلة. كرة السلة. هيا حجر، ورقة، مقص. هيا ورقة حجر، ورقة، مقص. هيا مقص ها حجر. لست محاصرة. هيا تريكسي. جيد. حان دورك. أنت من النوع الصامت صحيح؟ سوف أجعل أحدهم يلعب معي، وأنا أعرف من هو. ماذا سنفعل الآن؟ فلنلعب بعض الألعاب الإلكترونية. هيا أشم رائحة الحلوى. رائع. حلوى. واو، هذا مذهل. حلوى. واو، ماذا يحصل؟ مرحبا يا زيجي. أتريد أن تلعب؟ هذه خدعة، أليس كذلك استنجي؟ إن لعبت معي أنا ولم تلعب مع الباقين فستحصل على كل هذه الحلوى. لكنهم أصدقائي. إذن اذهب والعب مع أصدقائك. ولا تعود إلى هنا أبدا. منزل الشجرة لي أنا. لا، لقد كسرته. أنا بخير. إذن ارحل عن هنا وخذ معك أصدقائك هؤلاء. إن الكأس في منزل الشجرة السخيف ذاك. حسناً، إن لم تنجح في البداية هاجم مجدداً. والآن حان وقت التنكر. لن يشك في أبداً في هذا التنكر. أنا واثق بأنه لا أحد سيشك في صندوق البريد. ها
علي أن أقترب أكثر. أكثر؟ ها؟ أكثر؟ اقتربت كثيرا. لا، علي أن أنزل. علي أن أخذ ذلك الكأس. علي أن أنزل، سأضع رجلا واحدة فوق ال... النجدة، النجدة، ساعدوني. هذا صوت ستيتشي، إنه في مشكلة. نعم إنه ستينجي، لقد علق في منزل الشجرة. إنها غلطته. تريكسي ما زال صديقنا وما زلنا فريقا واحدا، وأفراد الفريق يتساعدون. صحيح، سأساعده. أفراد الفريق يتعاونون. أجل هيا، هيا بنا. النجدة في طريقها إليك ستينجي. أرجوكم ساعدوني. ليس بعد الآن ستينجي. تريكسي. نعم، هيا يا تريكسي. هيا تريكسي. ماذا تفعلين؟ أنا آتي ستينجي. هيا يا ستينجي. هيا حاول. هيا أنا أحاول. هيا حاول أكثر مني. هيا 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 حاول أكثر. هيا حصلا. هيا سأمسك بك. أحاول. تريكسي أمسكت بك، لكن لا أعرف لكم سأصمد. إنها الجائزة، وأخيرا أصبحت لي. أصمدي. قوموا يا الهول الأولاد. ساعدونا. أمسكت بكما. منزل الشجرة. أخرجوني من هنا. أخرجوني. لا 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 لا. إنه روبي راتن. إنه روبي راتن. روبي. روبي راتن. روبي راتن. روبي راتن. أين أنت؟ حسنا. هذا غريب. شكرا لكم جميعا يا أصدقائي. شكرا لكم. شكرا لك تريكسي. عمل جميل رائع. شكرا لأنك أنقذتني تريكسي. لا بأس. ما فائدة الفريق؟ شكرا لأنك أمسكت يدي. أعرف أنك رغبت في الجائزة. لا أحتاج إلى الجائزة. ليس عندما يكون لي أصدقاء مثلكم. أجل أجل جمعي. لا 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 لا، ليس قطعة الحلوى. بينج بانج ديجي ديجي دان، كلمة غريبة أغنيها. بينج بانج ديجي ديجي دان، كلمة أجهل معانيها. تعالوا لنرقص كلنا، الحركة تفيد جسمنا. كأس الفوز أصبح لي أنا.